شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبأن مصيره سيكون الموت، فأمر بتحرير العبيد، فلا عبيد إلا لله وحده لا شريك له. ماذا تريد أيها الرجل؟ الملكة يا مولاي. ماذا بها؟ إنها تجلس في قصرها لم يمسسها منا سوء إلا إذا... وهذا ما أتيت من أجله يا مولاي. تكلم يا رجل، ماذا تريد؟ مهلا يا آزاد، أراك ترتدي زيا غريبا أيها الرجل. إنه واحد من كهنة المعبد يا مولاي. أوه، لولا أنك شيخ طاعن في السن لأمرت بقتلك في الحال. كنت أظن أني سأكون في أمان وأنا بحضرتك أيها الملك. ولك مني الأمان، إلا أن صبري عليك كاد أن ينفد. تكلم. ملكة تلك البلاد بمثابة ابنتي، وأنا الذي توليت رعايتها وتربيتها إلى أن تولت حكم البلاد. أنت إذن من جعلتها كبيرة كهنة المعبد وجعلتها تسلك طريق الإفك والضلال. وها أنا ذا أكفر عن خطيئتي وأرجع عما كنت فيه. دعني أحدثها يا مولاي، فهي تستمع إلي وتثق بي. لك هذا أيها الرجل. رغم أن ذا القرنين قد امتلك الطموح الكبير وبلغ أقصى الشرق والغرب، لكنه لم يستغل قوته وجبروته وما وصل إليه من أجل التسلط على الناس أو نهب ثرواتهم، رغم أنه كان قادراً على ذلك. شرع ذو القرنين في إقامة دولة العدل والتوحيد بعد أن توعد من يخرج عن منهاجه بالويل والثبور وبأن مصيره سيكون الموت، فأمر بتحرير العبيد، فلا عبيد إلا لله وحده لا شريك له. كان يستطيع أن يفعل بي ما يشاء، شأن كل غاز ومغتصب، أن يقتلني أو يجردني من ملكي ويجعل مني عبدة ذليلة، ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك وتعامل معي بأخلاق الفارس النبيل. هذا الملك الغامض الذي لا يكاد يستقر في مكان. إني في حيرة من أمري. تخلى عني الجميع، الكهنة والجنود
حتى الآلهة التي تضرعت إليها لم تفعل لي شيئاً، ولم تستطع حتى أن تدافع عن نفسها. أي ضلال كنت تعيشينه أيتها البائسة؟ هل ساقت لي الأقدار هذا الملك كي أفيق مما كنت فيه؟ رأسي يكاد ينفجر. من أنت يا ذا القرنين؟ من أنت أيها الفارس النبيل؟ مولاي، الملكة تطلب الإذن بالدخول ومقابلتك. دعها تدخل. تفضلي يا مولاتي. دعنا وحدنا يا أزاد. أمر مولاي. ماذا تريد أيها الملك؟ فكما ترى، انفض الجميع من حولي هربا منك ومن جنودك. أنا لا أسعى إلى تدمير أو إلى خراب، ولم يهرب إلا من خدعوك وغرروا بك. لقد انصاع الناس لك وحطموا بأيديهم ما كانوا يعبدون. آلهة من حجارة لا تضر ولا تنفع، ولم تستطع حمايتكم منا ولا حتى حماية نفسها. أنت ملك صالح يا ذا القرنين، فإلى ما تدعو؟ الإيمان بالله الواحد الأحد لا شريك له. وإلى ماذا أيضا؟ نشر الأمن والأمان ورفع الظلم عن العباد. أيها الملك، إنني مدينة لك، فلقد أزحت الغمة عن عيني. لقد كنت أنا وشعبي نعيش في ضلال، ولقد هدانا الله على يديك. هل تكلم معك هذا الشيخ؟ تكلم، لكنني لم أكن بحاجة لسماع أحد أيها الملك، بعد حسن صنيعك معي. حمدا لله أن هداك أيتها الملكة وأصبحت من عباده المؤمنين.